في الحقيقة ربما كانت هناك العديد من الضغوط أو العروض لاتفاق سياسي وتهدئة الأوضاع مقابل الحفاظ على موقعنا كمحافظ، لكن إحنا عندما ننحاز إلى الوطن وننحاز إلى الشعب. أعتقد أن اختيارنا للإدلاء بالشهادة الحقيقية هو الخيار الأفضل، حتى وإن كان ذلك سيكلفنا موقعنا أو عملنا أو سيكلفنا أعباء وضغوط سياسية أكبر، إلا أننا يجب أن نصارح الجميع، المجتمع، الإعلاميين والمجتمع الدولي بذلك. هذه تسجيلاتية صحيحة وإحنا كنا شاهدين بها وحدثت أمام الأجهزة الأمنية، إلا أننا نؤكد أن أجهزتنا الأمنية لم تلتزم بهذه الإجراءات ولم تعمل بها، حيث إحنا وجهناهم بصفتنا رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة بعدم التجاوز على المتظاهرين، عدم ضرب المتظاهرين، عدم استخدام الأسلحة النارية أو أي وسائل غير قانونية.